بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ان شاء الله مع المحاضره الثانيه من محاضرات ماده اليونت اوبريشن بنتناول في هذه المحاضره شرح الجزء الخاص بالسكريننج. السكريننج انا بعتبره عنصر من عناصر التمهيد للصناعات وخاصه الصناعات الكيميائيه. دوره قد ياتي الاول في بداية الصناعات الكيميائية أو الثاني، فيأتي الأول قبل السيلز ريدكشن بحيث أنه بيمهد لعملية السيلز ريدكشن، أو يأتي عقب السيلز ريدكشن بحيث أنه بيكون بيقوم بعملية بقى توحيد المحتوى قدر المستطاع. فإذا أتى في الأول زي ما هنشوف في الفيديو بعد حديثي ده، أن بنحاول نجنب الماكينه بتاعت السيلز ريدكشن زي مثلا الجاو كراشر، الاجزاء الصغيره اللي هي احنا عايزين نوصل ليها، يعني احنا عايزين نوصل لهذا السايز، او في بعض الاتربه فممكن الاجزاء الصغيره دي والاتربه تشغل حيز وتستهلك طاقه من الجاو كراشر اثناء تحطيمه وتكسيره للحجاره او الماتيريال اللي داخله. فالسكريننج بيكون له دور فعال في ترشيد استخدام الطاقة أو الاستخدام الأمثل للطاقة. وقد يأتي ثانياً بقى وقت ثانياً بعد عملية الكراشنج بحيث إن هو بقى نوحد المحتوى، يعني تبقى الأحجام بتاعة البارتكلز قريبة من بعض، فهو ليه دور مهم في هذه الصناعة إن شاء الله هنتناوله من خلال الشرح بالتفصيل. السكريننج بروسيس دي احنا نعتبرها عملية مهمة من اليونت اوبريشن في الصناعات الكيميائية. ممكن تكون هي اولى مراحل الصناعات الكيميائية وممكن تكون هي تاني مرحلة، يعني اولى المراحل اللي هي بتيجي تسبق عملية السيلز ريدكشن او تاتي عقب السايز ريدكشن اللي احنا شرحناه في المحاضره الاولى. فزي ما هنشوف الفيلم كده بدل ما نطيل في الكلام، الفيلم هيوضح لنا هذا الموضوع. ده الجاو كراشر اللي احنا شرحناه في المحاضره الاولى، وده الفيد اللي داخل عليه زي ما انتم شايفين كده الحجاره الاحجام اللي داخل عليه. نلاحظ هنا بقى لو مشينا مع الاسهم شايفين الفتحات دي بتقول ان اللي داخل عليه اللي بيعمل عمليه الفيدنج ليه ان اللودر بيضع على السكرين دي برضه بيحصل لها فايبريشن، بتبتدي تبعت بقى التشانك والحجاره الكبيره دي على الكراشر. الحجاره الصغيره خالص اللي هي بقى ايه تدخل يحصل لها باسنج خلال هذه الفتحات، بيتم اول عمليه ايه سكريننج ليها قبل ما تخش على الجو كراشر. بهدف ايه؟ بهدفين. اول حاجه ان هي لما هتدخل هنا وهي بهذا الحجم الصغير احنا مش محتاجين ان يحصل لها حاجه اكتر من كده، فطبعا يبقى يتم عزلها الاول زي احنا شايفين هنا كده، او ان هي لما تنزل هتملى الجو كراشر بدون داعي فتبتدي تستهلك وقت في عمليه الكراشنج وتستهلك طاقه ايضا في بدون داعي او اوفر، ده ما يديش اقتصاديات في التشغيل. فهنا هنلاقيها دايما السكريننج سبقت الكراشنج او السايز ريدكشن، فتيجي هنا هي المرحله الاولى. وتيجي مرحله ثانيه بعد ده او ثالثه بعد دوت لو السايز بقى طبعا في اختلاف في الاحجام، فتبتدي هي توحد لنا قدر الامكان السايز في يونيفورميتي اوف سايز. فبنجد ان هي تيجي غالبا كمرحله اولى في عمليات التصنيع قبل السيلز ريدكشن، او قد تاتي بعد السيلز ريدكشن ويكون السيلز ريدكشن هو رقم واحد وهي المرحله الثانيه. تمام، دي كانت مقدمه حبيت اوريها بفيديو توضيحي احسن من الكلام النظري. فدي عمليه السكريننج. السكريننج قبل ما ابدا في شرحها باستفاضه، في جمله كده كنت قريتها ان الامبروبر السكريننج اللي هو كفاءته منخفضه، ده بيعني وجود هاي اماونت اوف فاينز
كميات كبيره من الفاين بارتكل او البارتكل الدقيقه زي الاتربه مثلا لسه موجوده مع الاوفر سايز ماتيريال. اللي هو ايه الاوفر سايز ماتيريال؟ ان انا لما عملت سكرين زي ما احنا شفنا كده في الفيلم، الاحجام اللي مره على السكرين، الاحجام الكبيره اللي مره على السكرين ده انا محتاجها، لان غالبا احيانا الحجاره بعد ما بيتم تقطعها في الجبل او عمل تفجير في المنجم مثلا زي صناعات الاسمنت وصناعات الاسمده، فالاحجار اللي محتوي على الماتيريال او السبستنس اللي انا هدخلها في عمليه في هذا التفاعل او في عمليه التصنيع بمعها بعض الاتربه ومعها بعض الويستس، فانا بتبقى موجوده على احجام صغيره، فانا عايز اتخلص منها فبدخلها على السكرين الاول او بدخلها على الجو كراشر او السايز ريدكشن اكويبمنت. فانا بحتاج غالبا في عمليه السكريننج الاوفر سايز ماتيريال اللي هو الجزء اللي مر فوق ولم يسقط في فتحات السكرين. فالامبروبر سكرين ان انا اجد مع الاوفر سايز اللي انا محتاجه كميه كبيره لسه من الفايل لسه موجوده معاه كبرودكت بعد عمليه السكرين. السكرين ممكن نقسمها الى تو كاتيجوريز. الكاتيجوري الاول ان انا اقسمها على اساس السايز اوف ماتيريال اللي انا هبتدي اعمل لها سكريننج وهي تفضل كاوفر سايز. فممكن تكون سكرين التقسيم الاولاني ان هي انا عايز كورس بارتكل ولا عايز انترميديت بارتكل ولا عايز فاين بارتكل سكرين. وممكن اقسمها على اساس بقى الماكينه بتاعه السكرين، هل هي ثابته يعني ما فيش ليها حركه اهتزازيه او دائريه او خطيه، ولا ان انا عايزها ان هي تكون موفنج سكرين. طبعا لو ستيشن سكرين ممكن استخدمها في حاله انتاج او فرز الكورس والفاين سكرين، بس غالبا الاستيشنري هتكون لصالح الكورس سكرين، تمام؟ وده غالبا يعني ده اللي احنا حتى بنشوفه في 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 المنازل، حتى ما بيجي يتم فرز اي ماتيريال مثلا حبوب فبنعتمد على ان هي الحبوب الصغيره بنعتمد على الموفينج، انما الاستيشنري طبعا هتكون كفايتها قليله. الموفينج سكرين دي ممكن استخدمها طبعا بنسبه كبيره للانتاج فاين بارتكل. الموفنج سكرين بقى حركتها ممكن تيجي ميكانيكالي او كهربي، وممكن الحركه بتاعتها بقى تكون لينير او سيركولار او ريفولفنج او فايبريتنج موشن. كل هذه السكرين ممكن يتم تشغيلها اما هوريزونتالي تكون موازيه للسطح او تكون بزاويه. طيب احنا لما قلنا ان التقسيمه بتاعتها اما كورس او انترميديت او فاين، يبقى محتاجين نرجع ايه هي الكورس وايه هي الكورس سايز وايه انترميديت. الكورس سايز ان هي انا محتاج اللي هي الجزء اللي يتبقى فوق اللي هو من 5 سنتي او 50 مللي الى 25 مللي او 25 سنتي او ازيد، بدي الكورس اللي هو التقسيمه الاولانيه للسكرين. التقسيمه الثانيه ان انا الانترميديت سايز ريدكشن اللي هو من 25 مللي ل 75 مللي، الفاين ريدكشن من 5 الى 15 مللي. تمام، فاحنا كده وضحنا ايه هي الكورس انترميديت من اللي احنا شرحناه في المحاضره الاولى. طب احنا قلنا الحركه بتاعتها ممكن تكون لينير وسيركلر وريفولفنج. الريفولفنج دي اللي هي عامله ازاي والسيركلر عامله ازاي؟ طبعا الفايبريشن احنا عارفينه، فادي مثلا مثال توضيحي ليها ان الكره الارضيه بتلف حوالين اكس حواليه، فدي الحركه السيركلر ان هي بتدور حركه دائريه حوالين اكسس ليه. الريفولفنج ان هي بقى بتكون بتلف حوالين اوبجكت تاني، فالكره الارضيه بتلف حوالين اساس، دي الحركه الايه الريفولفنج دي اللي هنشوفها في هنراها بصوره اوضح في الجيراتوري سكرين. الحركه اللينير برضه عشان ممكن البعض يعتقد الحركه اللينير هي في اتجاه الهوريزونتال الافقي، لا ده ممكن تكون لينير بس اهم حاجه تكون حركه مستقيمه تكون على خط لاين كده، فاما تكون هوريزونتال كده اما تكون ايه لاينر كده. اوكي، ده كان تعريف بسيط لبعض الحركات. طيب في عدد من الميكانيكال سكرين ممكن تعمل لنا عمليه السكريننج، وكل حاجه بتنفذ لغرض ما. فعندنا اول حاجه جريزلس، وبعد كده الفايبريتنج سكرين والجيراتور سكرين والترومالز والبنانا سكرين. هنيجي لاول حاجه الجريزلس. الجريزلس دي عباره عن فيكسد سكرين زي ما احنا شايفينها كده او هنا كده، ما بتتحركش، بتبقى مصنوعه من قضبان متوازيه بتسمى الجريزلس.
اللي هي الجريزز دي بتتعرف ان هي البار بتاعتها بتكون من الستيل، او يعني اما بار يا اما رودز يا اما ريلز، بتبقى مثبته على ديستنس معينه، وليها فتحات. الجاب بقى ما بين كل قضيب من دول ودول او كل رود بتبقى حوالي 50 مللي، يعني 5 سنتي، وممكن توصل لحوالي 300 جرام. الفيت سايز بتاعها بيبقى لارج، بيوصل لحوالي 1 متر زي ما احنا شايفين كده، حجاره كبيره ممكن تنزل عليه. الميل بتاعها بيوصل بقى، ميل شايفين الميل ده مع الافق ده، الزاويه دي بقى ممكن توصل من 20 ل 50 درجه. بتفرق معايا في ايه؟ في الكباستي بتاعتها طبعا. كل ما الزاويه هتميل، يعني بيقول لك ايه، انكلينشن ذا جريتر ثرو اوت لور افشنسي، كل ما كانت الزاويه كبيره ده هيقلل لي في الافشنسي، لان الحجاره هيحصلها سلايدنج، هتتزحلق بسرعه بدون بعض الحجاره الصغيره، حتى مش هتبتدي تسقط داخل الجريسلس. تمام، بس دي بتيجي بقى على اساس بقى ايه، ان انا بقدر اعمل سكريننج لكميه كبيره. يعني انا كل ما هزود الزاويه، كل ما افتح الزاويه هساعد في ان الافشنسي، هساعد في ان اخد كميه كبيره، لان الحجاره هتفضل بتتساقط بسرعه، مش هتتكون فوق هنا وما تتزحلقش، بينما هتقلل في الافشنسي لان في جزء كبير من الحجاره اللي المفروض تسقط ما بين القضبان دي مش هتسقط. ده وصف تاني. وهي بتستخدم ان هي السكريننج لارج سايز روكس، اللي هي بتوصل من 20 مللي اللي هي حوالي يعني 2 سم لغايه 30 سم واكثر. خلي بالنا من كلمه ايه، اكثر. وغالبا دي الجريزلس هتستخدم للكورس بارتكل. الماتيريال اللي هيتم عمليه سكرينج ليها بيتم دفعها من اعلى، ادي الفيل اهوت، وبتبتدي بقى يحصل لها سلايدنج وتخرج من هنا وبتسقط خلالها. طبعا احيانا بيوضع تحت القضبان من هنا كده، يعني بالاريا دي كلها بتغطيها شبكه من تحت تساعد ايضا في عمليه السكرينج. زي ما قلنا كده ان الزاويه الكباسيتي بتاع الجزء بتزيد مع زيادة الانجل، ولكن الافيشنس زي ما قلنا بتقل. ده شكل السكرين بقى كده. هنلاقي طبعا السكرين القضبان دي هتلاقي من فوق هنا الويتس بتاعها كبير وهنا اقل، بحيث ان ايه اللي يحصل، ان انا لما يجي هنا تعدي الفيد داخل ده، الاتربه اللي احنا شايفينها دي اتربه انا مش عايزها تخش، انا عايز الحجاره تبقى حجاره زي كده نظيفه بدون هذه الاتربه وخلافه، فتبتدي تسقط من هنا. بينما هي لو الفتحه دي اكبر، يعني هنا في النهايه بتبقى كبيره، لو هي كبيره من هنا وقديه من هنا هتلاقي الحجاره الكبيره دي ممكن اجزاء منها سقطت. لا، فانا عايز اول باول الاتربه والداست بارتكل الفاين بارتكل الصغيره اللي انا مش عايزها تسقط في الاول. تاني حاجه عشان ما تعملش ايه، كلوكينج، لان الحجاره الكبيره دي لو سقطت برضو، اللي هي الحجاره الاقرب من هنا لو جت هنا زي ما شوف دي عامله كلوكينج اهي، لو دي سقطت بقى هنا في الاول كده هتعمل كلوكينج، تلاقي الشبكه بعد كده دي كلها بقت الافشنس ضعيف. نشوف بقى ادي زي ما احنا شايفين كده، ادي ده اللي انا عايزه تزرد بروك، دي الحجاره اللي انا محتاجها. شوف الاتربه بقى بتسقط، لان لو بصينا هنا في الاخر ما تلاقيش في اتربه، تلاقي الاتربه كلها والفاين داست كلها جت في الاول وسقط. زي ما احنا شايفين كده الفتحات هنا ضيقه، ومن هنا في النهايه بتبقى ايه، اكبر. ده الجريزلز بتبقى مفيده جدا في الفحم اللي جاي من المناجم، ان احنا عايزين الفحم ده اللي هقدر اخده بعد كده على الباور بلانت اللي هو محطات الايه، توليد الطاقه. فده نموذج للجريزلس، بس ده جريزلس ايه، متحرك وليس ستيشنري ثابت زي اللي احنا شفناه في الصوره الاولانيه. ده كان نموذج للجريزلس اللي هو الايه، الفايبريتنج. احنا زي ما قلنا كده الجريزلس ممكن يكون ثابت او متحرك. الستيشنري اللي هي الثابت دي طبعا ما بتحتاجش اي طاقه، خلاص انت مجرد بس هي ثابته وبتحط عليها الحجاره زي ما شفت الحجاره قد ايه كبيره، والاتربه بتسقط من هنا وتطلع لك الحجاره بعد كده نظيفه، تاخدها بعد كده بقى ايه، توديها على الكراشر ما تبقاش فيها إيه مشكله.
بس الديس ادفانتج بتاعتها ان الافشنسي بتاعتها قليله، واللي هو البلايندنج ده ان انت ممكن حاجات تبتدي تسدها. طبعا هي لما بتتسد مشكلتها ان هي ما بتهتزش، فالحجر بيفضل ثابت في مكانه، فحجر مع حجر او بارتكل كبير مع تبتدي تتسد هذه الفتحات وتعطل المكنه. طبعا برضو في صعوبه ان احنا نغير الفتحات ما بين البارات، لان بعدها ساعات بيكون ملحوم، والسيبريشن بيكون ايه الافكتيف بتاعته عاليه، وخصوصا لو احنا بنعمل سكرينج في الفحم، فممكن اثناء الاسقاط تعمل عمليه تكسير للاوفر سايز اللي انا محتاجه. الموفينج ريزلز دي بتستخدم عاده اللي احنا عايزين نزود الكاباسيتي ونقلل كمان بقى ايه ان هي شايفين دي اسمها الهيدروم اللي هو الارتفاع ده. فانا طبعا كل ما بستخدم الموفينج ريزلس بقدر اقلل هذا، بحيث ان بقى مثلا توصل لهذا الارتفاع زي احنا شفنا كده في عمليه في الفيلم اللي كان بيوضح اللي هو عمليه السكريننج للفحم تقريبا، يعني شبه افقي، يعني ايه الزاويه بتاعته ضيقه جدا، انما احنا هنا ممكن نوصل للزاويه اللي هي ال 50 درجه. فطبعا كل ما هنزود هتزيد الارتفاع، وده طبعا حاجه يعني مش مرغوب فيها. ده كان شرحنا الجريزلز. نخش بقى على الفايبريتنج سكرين النوع الثاني. الفايبريتنج طبعا ده يعتبر من اقوى انواع السكرين، بتديني كباسيتي عاليه، اللي هي يعني ايه كباسيتي اللي هي كميه كبيره اقدر استخدمها. يعني انا مثلا عايز ايه، عايز اعمل سكرينينج ل 20 طن جاي لي من المنجم، عشان اقدر ادخله على البروسيسنج بعد كده على الكيميكال رياكتور وهكذا. فطبعا اما ياخد لي نص ساعه او ساعه في تنفيذه، ده يعتبر احسن ما ياخد له 5 6 ساعات على ما يعمل عمليه السكريننج. فده الكباسيتي، ان انا المكنه تقدر تاخد كميه كبيره في وقت قليل. الحاجه الثانيه بيقدر يديني سايز منتظم في وقت برضو صغير، ما بيحصلش بقى زي الجريزلس بتلاقي احجام برضو ايه صغير مع كبير، هو شال بقى شال الفاين بارتكل وخلاص، بس لسه الريدي في احجام كبيره مع صغيره. انما في الفايبريتنج زي ما احنا شايفين الثقوبه قد كده، بتقدر تديني برضو سايز قريب من بعض. فان هي بتقدر زي احنا بنقول كده تقدر هاند لارج تان اوف ماتيريال، يعني كميات كبيره في خلال وقت اقصر، والهاي افشنسي والهاي اكيورسي اوف سايزنج بقى برضه بتمتاز ان هي بتحتاج صيانه قليله لكل كميه مستخدمه او لكل دوره مثلا، و بتوفر لي بقى في ايه في الويت والانستليشن سبيس. يعني هي وزنها يعتبر خفيف وبتشغل مساحه صغيره، لان طبعا انا كل ما المكنه تيجي تعمل لي كميات كبيره وهي ذات نفسها كومباكت او بتشغل مساحه صغيره، ده ممتاز، ان دي كلها ارض، والارض بالنسبه لاي مصنع بتعني ماني، ان انا المصنع اقدر احط مكنه تانية جنبيها، اقدر اعمل يعني زي ما ورشه تانية او اي مكان، يعني انا اقدر استفيد بالارض اللي هتوفرها لي، وده يعني في الاخر ماني، والماني بتاعني في الاخر اقتصاديات في الانتاج. طبعا برضو بتمتاز ان هي ممكن تاخد فرايتي من الماتيريال، بتبتدي من 4 مش لغايه 480 مش. الفايبريتنج بتتكون من بلان سكرين زي ما احنا شايفين كده، ادي بلان سكرين بتتحرك بسرعه عاليه جدا بواسطة هذا الميكانيزم اللي هو مرتبط بهذا الموتور. لو احنا السكريننج سيرفيس اتسيت ممكن بقى تتعمل بقى ايه زي ما يعني الشكل اللي فات كانت عباره عن ديك واحده، ديك واحده كده دي، لا ده ممكن بقى تبقى ايه كذا ديك، وكل ديك ليها الفتحات بتاعتها، وده اللي احنا هنشوفه من هنا في الفيديو اللي جاي. طبعا الفيد بيتم من اعلى وبتنزل بعد كده وبيتم تجميعها في السيبريتلي ظبطه، نشوف كده. ادي الفيل اهو بيتم من اعلى، دي طبعا مالتي ديك، جزء كبير بيتم، الجزء الصغير اللي عدى برضه هيتم سحبه هنا، والجزء الاقل اللي هيبتدي هيتم سحبه هنا. هنا بقى المكنه دي بقى مكنه جديده متزوده بايه بقى؟
ان هي بتقوم بعمليه غسيل كمان، يعني احنا بنعمل عمليه سكريننج ونغسل كمان الحجاره. طبعا ده بيدخلها بقى ايه جاهزه ان هي تخش في عمليه التصنيع بدرجه تمام. الفايبريتنج موشن دي طبعا زي ما قلنا بتنتج بواسطه الفايبريتنج ميكانيزم. السرعه بتاعتها بقى لازم نكون واخدين بالنا من 15000 ار بي ام ل 7072000 ار بي ام. طبعا سرعه كبيره جدا. طبعا هنوضح السرعه الكبيره جدا دي بتفرق في ايه. الزاويه بتاعت السيرفس بقى من 20 ل 40، احنا شفنا كده في الجريزلس بتوصل لغايه 50. ليه؟ لان هو ستيشنري، انما هنا طبعا الحركه طبعا يعني ممكن تلاقي كتير منه هتبقى الزاويه اللي هي ال 20 تمام. ال 20 طبعا مع السرعه اللي هي السرعه هنا في البيبتك بتسمى زي امبالس النبض، دي سلايد امبالس ممكن تخلي البارتكلز هتبتدي يحصل لها سلايدنج، ان احنا بندفعها من فوق فالمفروض ان هي بيحصل لها فيبريشن وتبتدي تنزل. فاللي عشان بعد ما تم تنقيتها يعني خلاص وبقينا وصلنا بقى للاوفر سايز اللي احنا محتاجينه، مش هيفضل بقى ثابت فوق فلازم يحصل له سلايدنج. فالزاويه ال 20 مع النبضات اللي هي بتحصل من الفيبريشن بتكفي ان هي تخليها يحصل لها سلايدنج وتتزحلق وتنزل ايه عشان يتم تجميعها. البنفيت بتاعت الفايبريتنج، الفايبريتنج على فكره مهم جدا ومن انواع اللي هي زي ما قلت ليها كفاءه عاليه جدا في السكرين. فليها النودد اريا، النودد اريا زي ما احنا شفنا كده قبل كده في الجريزلس اللي هي كانت ايه الحجاره اللي مركونه زي ما شايفين هنا كده، دي تعتبر مثلا ايه ديد اريا، حته مقفوله كده والحجاره كانت فيها هنا مثلا، يعني لو دخلنا كده هتلاقي ممكن الحجاره كانت تيجي تركن هنا، فدي تعتبر شايفين هنا دي كل دي ديد اريا، يبقى دي منطقه كده ايه اللي هي ما انتش قادر تستفيد منها، شغاله لك مكان وفي الاخر انت مش عارف تستفيد منها. الحاجه الثانيه هي في ادارتها يعني مش مزعجه، ما فيش في نويزي بتطلع منها، ما فيش تعقيدات، ما فيش في اصوات، يعني السموث وكويت اوبريشن. بتدي لك تقريبا السايز اللي انت محتاجه اللي هو الاكزاكت سايز بعد السكرين. الكميه زي ما قلنا الافيشن الفيد ريت بيبقى عالي فبتدي لك هاي اوتبوت. التصميم بتاعها بسيط، الصيانه بتاعتها تعتبر سهله، استهلاكها في الطاقه بالنسبه بقى لليلد اللي جاي هيعتبر طبعا لو انرجي كونسبشن. الفور انكلوز سيستم يعني على سبيل المثال مثلا ما تلاقيش مثلا حجاره هتسقط من على الجناب فممكن تعمل مشاكل كده خاصه بالسيفتي. ف فول انكلوز سيستم، هاي سكرين افيشنسي طبعا زي ما وضحناها كتير، والعمر بتاعها او مده استخدامها بتعتبر طويل. الماكينه الثالثه في عمليه السكرين اللي هي الجيراتوري. الجيراتوري دي بتبقى ممكن عامله زي الصندوق كده، ممكن تكون على هيئه سكوير، تكون على هيئه مربع او تكون راوند زي ما احنا شايفينها كده في هذه في هذا الشكل. وعباره عن سيريز من الدك فوق بعض. كل واحده اتس اون سكرين، كل واحده من الدك دي لها المخرج بتاعها، يعني مش احنا بنعتمد ان الدخول من هنا والخروج من اسفل، لا كل واحده ممكن السايز اللي احنا وصلنا له بيخرج على طول من الدك بتاعتها. وممكن اوصل لاربعه دك فوق بعض عشان اوصل لدرجه النقاء اللي انا او درجه الفصل اللي انا محتاجها. السكرين سيبريتور دي بتدينا هاي كاباسيتي سيبريشن باي سايز في حاله الدراي ماتيريال، وممكن استخدمها برضو في حاله الويت سيبريشن ان البارتكل تكون فيها درجه نسبه رطوبه بس يكون الاوفر سايز ماتيريال موجود بنسبه كبيره في الفيلم. لو هنشوف فيلم لهذه زي ما احنا شايفين كده ده قفل ما بنيجي نركب الدك فوق بعضيها، ممكن تكون عباره عن قفل او مسمار بيربط عليها. وادي الحركه الجيراتوري اللي هي مش دائريه بقى، اللي هي ايه زي ما احنا شايفين كده الاسطوانات ما بتلفش، لا انما اهتزازيه وطالعه ونازله لفوق، مش ان هي بس على خط لينير افقي، لا وفيها ارتفاعات نزول وارتفاع، يعني فايبريشن مع الاهتزازات الجانبيه. لو احنا عندنا هنتخيل البارتكل اللي عايزين نفصلها الثلاث الوان الاحمر والاخضر والازرق، هنشوف كده
الاولانيه هتفصل لي اللون الاخضر اللي هو اكبر سايز، تبتدي تعبر بعد كده السايز السكرين سايز بيبقى اكبر فوق، بعدين تبتدي تقل فتحات السكرين، فتفصل لي الاحمر اللي هو سايز اقل، وبعدين تفصل لي من الثالثه السايز الازرق اللي هو بيمثل اقل سايز للبارتكل. السرعه بتاعت الجيرات دي بتوصل هنا 4450 سايكل بير مينت، مش ار بي ام، لا دي سايكل بير مينت. السكرين الجيرات سكرين بتستخدم برضو نتيجه الحركه بتاعتها اللي هي جنتل، يعني بنقول كده هاديه كده وما فيش فيها عنف، فبتستخدم مع الفراجيل ماتيريال اللي هي الماتيريال اللي ممكن يحدث لها تكسير اثناء عمليه السكرين، وبتستخدم في عديد من الصناعات زي صناعات الاغذيه والصناعات الكيميائيه وصناعات المينرال وصناعات الفارماسوتيكال وخلافه من الصناعات. النوع الرابع اللي هو الترومز. الترومز ما احنا شايفين كده في الشكل ده بيعتبر كده عباره عن اسطوانه وفيها السكرينز كده، يعني هو اول ما بيجي يتصنع بيتصنع يتعمل لهذا الحلق والحلق الثاني ويتشد بقى ما بينهم البارات ديت والبارات دي، وبعدين تبتدي تتقفل بقى بالسكرينز. السكرينز دي بتدور بسرعه بطيئه جدا حوالي من 15 ل 20، الفيد بيخش من ناحيه والاثنين الفتحتين الدخول والخروج مفتوحين، فبيدخل من ناحيه ودي تبتدي تدور تعمل بقى عمليه ايه دوران حوالين الاكسس بتاعها، مش بقى ايه مش ريفولفنج زي ما احنا كنا في الجيرات. ف الترومل يعني بيعيبها ان هي لو كاباسيتي اللي هي كميه مش كميات كبيره اقدر احطها، وبرده بيعيبها ان هي الافشنسي بتاعتها مش كبيره، هي مناسبه جدا الافشنسي بتاعتها يعني بالكوره السايز من 6 او يعني حوالي 6 مللي الى 55 او 5.5 سنتي. السكرين ممكن يتم يا اما دراي او ويت، دي بتعتبر ميزه فيه. زي ما احنا شايفين كده اهو بيدور حوالين الاكس، لو افترضنا ان هنا في اكس في النص كده فده بيدور حوالين الاكس بتاعه، بيجي اللودر بيحط بقى البارتكل في الهوبر، الهوبر ده هيبتدي ايه اللي هو جاي انكلاين على زي ما احنا شايفين كده، شايفين السرعه بتاعتها طبعا زي ما بيقول 6 ل 20 لفه في الدقيقه. طبعا الفاين بارتكل بتبتدي تسقط في الاول وتبتدي بقى الحجاره النظيفه زي ما احنا هنشوف كده، شوف كميه التراب اللي داخله مع الحجاره كتيره، فطبعا انا عايز ايه؟ انا عايز السايز بارتكل الكبير ده. ماشي، دي الحجاره بقى سقطت من تحت، شفت بقى ايه ده جزء سقط مع التراب، انا مش محتاجه، انا كل ده مش محتاجه، تمام؟ ده الاندزارد برودكت. هنشوف بعد كده بقى الديزارد برودكت كده خارج ازاي من السكرين بعد كده بكفاءه عاليه، كل ده اندزارد برودكت. ماشي، اللي هو سقط ايه على الشبكه الاولانيه، انما بص نشوف بقى النهايه، ده الناتج النهائي اهوت في الاخر خرج لي الديزاين برودكت، كميه الاتربه اللي فيه تعتبر زي ما احنا شايفين كده، كميه الاتربه اللي فيه تعتبر قليله. لو رجعنا كده هنا وشفنا ده، شوف كميه الاتربه اللي طالعه اللي خارجه معايا تعتبر كتيره. تمام، ده كان يعني فيلم توضيحي للترومل. اللي بيأثر عليه بقى اللينس والديامتر بتاع السكرين، طبعا كل ما دي كبرت يعني اللينس بتاع الصوانه ده كبر، طبعا هتاخد فرصه ان انت تقدر تعمل سكرينينج اكتر، والديامتر بتاعها برده كل ما كبر هيدي لك برده اللي هو القطر ده مع السرعه القليله دي هيدي فرصه برده غير لما يكون القطر اصغر، فالقطر الكبير هيديني برده فرصه لعمليه سكرينينج بكفاءه اعلى. السرعه بتاعت الدوران ال 20 غير ال 60 غير ال 30 هتفرق برده في كفاءه السكرينينج. زاويه الميل، تمام، طبعا زاويه الميل كل ما كبرت كل ما الافشنس طبعا هتقل، اللي هيحصل سلايدنج زي ما احنا كان بيحصل مثلا في الجريزلس وكده، فزاويه الميل برده بتفرق.
السكرين اوبننج، الفتحه بتاعت السكرين، وهنا طبعا هتفرق في كمان في الكباستي اللي انت تقدر تحطها. الفيد ريت انت بتحط كميات قد ايه؟ طبعا الفيد ريت كل ما كتر كل ما طبعا من المتوقع ان الافشنسي بتاعت السكرين هتقل. نسبه الاوفر سايز في الفيد، هو نوع الاوفر سايز اللي انا محتاجه كبير، كميته كبيره ولا كميته قليله. ونسبه المويتشر في الفيد طبعا هتفرق، ان طبعا لو في مويتشر هتبطئ الحركه وممكن يحصل ستيكنج على الجناب وتعمل بلوكينج وكده، فطبعا المويتشر كل ما تعلى متوقع ان الكفاءه هتقل. طيب هو الشبكه ممكن تكون الفتحات بتاعتها كلها واحده؟ لا، في بقى الكومباوند سكرين، ان انا بتبقى الفتحات اللي هي بتاعت مع دخول الفيد بتبقى هنا الفتحات قليله، وبعدين تبتدي تكبر تكبر في الاخر، فبحس ان بقى بتبقى ايه يعني خلاص، يعني تقدر انا في النهايه ده بيكون الكورس او اللي انا عايزه هو وصل، انما انا عايز الاتربه تسقط في الاول هنا، فطبعا ده بيكون الفاين، وبعد كده الماس يكبر ثم يكبر. ممكن بقى ان انا اعمل الدمج ده اللي هو سكرين بمقاسات بفتحات مختلفه السايز، زي ما احنا قلنا كده، ممكن تيجي على صف واحد زي ما احنا شفنا هنا كده، يعني على صف واحد كده جايين سيريز مع بعض، او تيجي بقى ايه بارلل زي كده، بس انا بدخل الفتحات، بدخل من هنا من النص، ادي الفيد بيخش من النص من هنا على الفتحات اللي هي الاضيق، فتبتدي الاتربه تسقط، وتبتدي بقى الايه الحجاره اللي هي الاوفر سايز عايزه يبتدي يمشي، وكل ما بتنزل بقى تبتدي الفتحات ايه تقل. فده وكله بيدور حوالين اكس، الثلاثه دول بيدوروا كلهم حوالين اكس واحد. فبيقول لك ان الانر موست سكرين ويل بي كورست، اللي هو في الانر ديت دي هتاخد الكورست، اند ذا اوتر موست اللي هي دي هتبقى الايه الفاينست بارتكل، هتندب وتسقط بقى منها هنا وتم ايه تجمع. ده فيلم بيوضح الكونسنتريك ترومان زي ما احنا كده، ادي المحور بتاعها. ادي ده اللي هو الاوتر، ده هيعتبر الفاينست، وده اللي هو اللي جوه ده هيعتبر للكورس بارتكل. ده الهوبر بقى اللي هينزل، الهوبر بينزل على اللي هو اللي هي الصغيره اللي هي اللي في النص اللي هي تاخد بقى الكورس زي ما قلنا، وينزل من الكورس الفاين على السايز اللي هو الاقل في الاخر. طبعا الترومال ده ممكن يكون بورتابل زي ما احنا شايفين كده، ده بيدخل اللودر بيدخل من هنا ونلاقي في فتحتين، الجزء اللي هو الفاين بارتكل هتخرج من هنا زي ما احنا شايفينها هنا كده اهي، فاين بارتكل عباره عن اتربه، والجزء بقى اللي هو يخرج في الاخر يخرج على الحزام الناقل ويتم تجميعه في الجنب اللي هو الناتج اللي هو الاوفر سايز اللي هو الديزايرد برودكت اللي انا محتاجه. اخر حاجه في السكرينز البنانا سكرين، بنانا سكرين تعتبر يعني صناعه تكنولوجيا لسه حديثة عهد قريب، دي ممكن تستخدم في عمليات التنقيب او المناجم، ومع بعض الحاجات زي الدايموند والكول والفحم والكبر والبلاتينيوم، طبعا هتفيد قوي مع عمليات الكول زي ما احنا شفناها كده في الفيديو، هنشوف فيديو تاني. البنان عباره عن ايه بقى؟ احنا بنقولنا الاسلوب بتاع السكرين او ميل السكرين بيفرق قوي في عمليه السكريننج، فكل ما الميل زاد كل ما كان السكرين اسرع بس الافشنسي بتاعته قليله. فهو هنا البنانة اتصممت بحيث ان هي يبقى فيها ثلاث اسلوب، دوت اسلوب حاد فده بياخد الفاين بارتكل، وتيجي بعد كده الاسلوب ده يتعدل شويه كده يبقى اقل ياخد الانترميديت، وبعد كده يبقى في الاخر ياخد الايه السكرين. فزي ما بقول كده ان هو بياخد بزوايا الزوايا تو ديفرنت سلوب 15 من 25 درجه و15 درجه مئويه بتستعمل. وزي ما بقول كده السلوب بينخفض بصوره كبيره كل ايه ما نتجه الى فتحه الخروج، يعني هنا بيبتدى
اسلوب كبير يقل يقل، فالاسلوب زي بيقولوا ايه بينخفض بصوره كبيره مع الاختراق الصوتي. زي ما احنا شايفين كده، ادي الاستيج الاولاني دي، شوف الاسلوب قد ايه، من 25 من 24 ل 45 درجه مئويه زاويه الميل بتاعته، هي الزاويه دي كده من ايه، من 25 ل 45. فده بياخد فيه بقى، بياخد معاه اللي هو الفاين ماتيريال، تبتدي تنزل من هنا زي ما احنا شايفين كده تمام. وزي ما احنا شايفين بقى الحجاره الكبيره في الاخر، شوف الحجاره الكبيره اهي، الفاين بارتكل اللي كانت هنا ايه، تلاقي الحجاره كده بدات تتضح هنا. بعد كده الاستوب يبتدي يقل، اللي هو زاويه من 8 ل 24، وبعد كده الزاويه بقى الاخيره من 0 ل 8 درجه. فنلاقي الاسلوب انخفض من 4 من 45 ل 8 ومن 24 الى 0 تمام، بين المرحله الاولى والمرحله الثالثه، هي اللي هي زاويه الميل بتاعه الايه، البنانا سكيل. وكل حاجه بتبقى ليها السرعه بتاعتها طبعا في اللو فيلوسيتي تشارج. بنلاقي بعد كده بقى ناخد الايه، السايز اللي احنا محتاجينه، اللي هو زي ما عشان كده اللي هو الكورس ايه بارتكل. زي ما احنا شايفين كده، ادي الميل، هتلاقي في الميل الكبير ده هتبتدي تسقط الحجاره الكبيره اللي قصدي الفاين بارتكل، زي ما احنا شايفين كده بيوضحها هنا وقت الفاين بارتكل. وشوف بقى الحركه بتاعته، الفايبريشن والسلاينج ده، تبتدي يحصل سلايدنج للبارتكل، وفي نفس الوقت الفايبريشن تبتدي البارتكل الصغيره تقل، ونبتدي نوصل بقى ايه الكورس اهي زي ما احنا شايفين كده، اللي هي كان لونها احمر ولونها اخضر، بينما اللون الازرق اللي هو بيمثل اللون اللي هو الفاين بارتكل اللي ابتدت تسقط ايه تمام. ده شكله على الطبيعه، نشوف الزاويه بقى من هنا لغايه هنا في الاخر، برضو في فيديو ليها هنا. ده خاص ده برضو بالفحم زي ما احنا شايفين كده، زي ما انا بقول لك الزاويه من 0 ل 8 زي ما احنا شايفين كده، يعتبر كده كانه سطح مستوي مفيش فيه ميل. وشوف بقى الايه الحجاره ابتدى، وفي معاها كمان بقى مزود بغسيل كمان ليها، بحيث ان انت يبقى عملت سكرين وعملت غسيل ليه، يبقى انت جاهز ان انت تدخله بعد كده بقى على عمليه الايه الانتاج والتصنيع. اوكي طبعا هو متزود هنا بقى بشبكه في الاخر زي ما احنا شفنا العامل كده، بيشيل بقى لو في قماشه او في اي حاجه داخله معاه، وبعد كده تاخده كده ايه كناتج. فاحنا زي ما احنا بنقول كده الاوفر سايز، خلي بالنا من المعلومه دي قوي، ان الاوفر سايز غالبا في السكرين هو ده اللي مطلوب، الاجزاء الصغيره اللي هي الفايل اللي هي بتعدي زي ما بيقولوا من فتحات المنخل كده، هذا اللي احنا مش محتاجينه تمام. فانا كده خدت فحم بحيث ان انا ادخله بعد كده على بقى السايز ريدكشن، او ادخله على التصنيع، مفيش معاه اتربه، مفيش معاه اي حاجات تانيه تحد من كفاءه البروسيس اللي هتتم عليه. الاوبريتنج كونديشن والديفرنت في الديفرنت سكرين، بنلاقي هنلاحظ بقى ان الجريزلس اقل افشنسي، الفايبريتنج زي ما قلنا اعلى افشنسي، معلش يعني تعتبر عاليه جدا عاليه، الجيروتري بتعتبر عاليه جدا، بس هي فيها مشكله ان انا بتعامل بقى من 40 ل 6 مش تمام. انما الفايبريتنج انا بعتبرها انسب حاجه، لان من 4 مش يعني من اقل من 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 جسيمات تعتبر كبيره نوعا ما الى 480 مش، يعني دخلنا في مرحله دقه كبيره. فانا بعتبرها ان هي بتوصل واخد فرايتي كبير جدا، انا بعتبرها هو تقسيمها جايه كده، بس انا بعتبرها يمكن هي اعلى حاجه، لان البارتكل سايز بتاعها يعتبر الرينج بتاعه واسع جدا، الكباسيتي كمان بتاعتها تعتبر عاليه، الجيريتري برغم ان هي فيري هاي الافشنسي بتاعتها، بس الكباسيتي بتاعتها قليله، بتاخد كميات قليله زي ما احنا شايفينها كده، حاجه ممكن تبقى يعني ايه على سكيل صغير. البنانا سكرين برضو بتعتبر زي الفايبريتنج، الافشنسي بتاعتها عاليه والكباسيتي بتاعتها عاليه، بس بيعيبها كبر حجم السايز بتاع البارتكل بتاعها خلاف الفايبريتنج سكرين. طبعا الجريزلس يعني حاجه تمهيديه كده، فالافشنسي بتاعتها بتبقى قليله، انما الكباسيتي بتاعتها بتعتبر ايه كبيره تمام. انا بركز برضو بقول ايه الفايبريتنج للمميزات الاتيه لده، وان الافشنسي والكباسيتي بتاعتها الاثنين عاليين، تعتبر يعني انا بعتقد هي بتسبق البنانا سكرين كبير. بعد ما انتهينا من شرح الاكويبمنت المختلفه
المستخدمه في عمليه السكريننج. هنشرح بقى بعد كده. طب احنا لما هنعمل عمليه سكريننج عايزين نقيس كفاءه السكريننج اللي تمت، فده اللي هنشرحه في الاجزاء القادمه ان شاء الله. قبل ما كانترودكشن للافشنسي اوف سيبريشن او عمليه السكريننج، بنجد ان الافشنسي بتتعارض او بتاتي على بتتناسب تناسب عكسي مع الكباسيتي. يعني ايه بقى؟ ان احنا الافشنسي دي بتقيس البرفورمانس في اندستر سكريننج، الكباسيتي اللي بتاتي على العكس من الافكتفنس، بحيث ان انا كل ما الافشنسي بتزيد يبقى لازم الكباسيتي ايه اللي هي الماكينه هتقدر تاخد فيد ريت قد ايه، هتقدر تاخد كميات قد ايه اعمل لها سكريننج. فكل ما بزود الكميات في وقت قصير كل ده بياتي على حساب اللي هو بيعاكس الماكسيمم افكتفنس، بيعاكس الكفاءه بتاعه الماكينه. فالماكسيمم افشنسي ده بيكون محتاج ان انا سمول كاباسيتي، ولكن اللارج كاباسيتي ده بياتي ان اكسبنس اوف ايه افشنسي. دي خلاصه هذه هذا الباراجراف. وان انا بيتطلب ذلك ان انا اجد بقى توازن ما بين ان انا يعني احسن واطور في المكنه، بحيث ان انا اقدر اعمل بالانس ما بين اكثر كاباسيتي واكثر افشنسي. وده اللي احنا وضحناه كده في الجدول اللي فات، اللي هو ده في نجد في الفيبريتنج سكرين فعلا العلماء يعني توصلوا ان هم يحققوا اكثر كاباسيتي مع اكبر افشنسي، وبرده في البنانا سكرين عملوا وجدوا اكبر كاباسيتي مع اكبر افشنسي. بينما هنجد في الجريزليس اذا الكاباسيتي كانت عاليه يعني بتاخد كميات كبيره بنجد الافشنسي قليله، واذا كانت الافشنسي هنا فيري هاي بنجد الكباسيتي قليله في حاجه زي الجيراتوري او في الترومال اللي هي المتوسطه برضو بتكون قليله. فبنجد ان افضل نوعين حققوا هذا التوازن الفايبريتنج سكرين والبنانا سكرين. فده برضو تكمله اللي انا قلته، ان الكباسيتي بتتقاس بالماس اوف ماتيريال اللي انا ممكن اعمل لها فيد بير يونت تايم بير يونت اريا من السكرين، وممكن ان انا يعني اعمل كنترول على هذا بان انا اغير الفيد ريت للكومنت. الافكتفس بيتم تحصيلها بقى ايه؟ ان هي بتعتمد على طبيعه ناتشر اوف سكريننج ايه اوبشن، تشانس اوف باسنج ثرو سكرين اندر سايز بارتكل. ده عمليه بقى ايه؟ احنا قلنا في السكرين احنا دايما بندور على الاوفر سايز، عايزين نتخلص من الايه؟ من الاندر سايز. فانا عايز الاندر سايز ده يعدي من الفتحات بتاعه السكرين. فطب هيعدي ازاي؟ ان انا مش كل اللي بيسقط بيروح على طول رايح على الهولز وسقط منها، لا ده لازم يحصل عمليه بقى ايه؟ بارتكل سترايكس مع السكرين سيرفيس، ان انا ايه؟ يقعد يعني زي ما بقول ايه؟ يعمل جامبنج كده ويعمل اصطدامات مع السكرين لغايه اما يقدر يعدي يحصل له باصنج خلال الهولز بتاعت السكرين. فكل ما بتحصل خبطات اكتر او ستراكس اكتر كل ما البروبابيلتي بتاعت الباصنج ان هي تعدي بتكون اعلى. فالسكرين بقى لو اوفرلودد اللي هيحصل ايه؟ النمبر اوف كونتاكت هتبقى قليله. ليه؟ لان في بارتكل ثانيه معاها ضغط عليها فمش مديها حريه الايه؟ الحركه. انما لو نتخيل كده ان سطح كبير وانا وضعت عليه كميه قليله جدا، فطبعا مع الفايبريشن هتفضل تتهز لغايه اما هتيجي فرصتها كبيره ان هي تسقط خلال الهول. انما لما يكون في كميه كبيره فيدنج بريت عالي في زمن قصير طبعا هيحصل سلايدنج، لان معظم السكرين بتبقى انكلاين بزاويه، فهيحصل لها سلايدنج وتعدي البارتكل فوق بعضيها كطبقات فوق بعض دون ان يحدث لها سكرين. فده توضيح ان كل ما الكباسيتي زادت كل ما الافشنسي قلت، نتيجه لفرصه البارتكل ان هي تعمل عمليه اصطدامات عشان تعدل من نفسها وتقرب وتيجي في القطر المناسب اللي هو الفتحه المناسبه ليها وتسقط، فده بيكون قليل مع الكباسيتي العالي. عشان كده الافكتفنس لو احنا عايزين نحسن منها يبقى لازم نعمل ريديوسنج للكباسيتي، فده هيزود كميه الكونتاكت بتاعت البارتكل ويديها فرصه اعلى ان هي تعدي خلال السكرين ابرتشر.
الافكتيف سكرين، الوصف الدقيق بقى. لو انا عايز اقول ان السكرين دي مثاليه في او حصل ايضا سيباريشن عن طريق هذه السكرين، ان انا اقول ان السمولست بارتكل في الاوفر فلو، قلنا الاوفر فلو اللي هو ايه؟ الاوفر سايز، الاحجام الكبيره. انا عايز لو دخلت دي السكرين، فالسكرين ديت لو انا السمولست بارتكل يعني الاوفر سايز دوت، لو هنقول مثلا 2 سم في اعلى، فال2 سم دي اقل حاجه هنا موجوده تم احتجازها على السطح كده. وان اللارجست بارتكل اللي هي عدت من هنا هتبتدي من ال1 سم و9 مللي. يبقى انا ان اجد ان ال2 سم هي اللي تم احتجازها، وال1 و9 مللي او 99% من مللي هي اللي يدوب عدت من ده. لو كده اقول ايه؟ ده ايدل او شارب سكرين. انما بقى ما اقولش الايدل سكرين ان انا اللي تم احتجازه اصغر حاجه تم احتجازها هنا 2 سم، واقل حاجه عدت كانت 1 سم. طبعا فرق في 1 سم فرق في بين الاثنين، يبقى ده ما اقدرش اقول ايدل. انما يقول لك ايه؟ ان السمولست بارتكل ان ذا اوفر فلو اللي هو الاوفر سايز كده جاست لارج، جاست يا دوب اكبر من اكبر بارتكل عدت من الاندر ايه فلو. طبعا زي ما احنا هنوضح في الفيديو اللي جاي، ان البروبابيلتي ان البارتكل تعدي من خلال السكرين بتعتمد على الدايركشن والكونفيجريشن، ودي انا هشرحها على السبوره هتكون بصوره اوضح. لتوضيح الفرق ما بين تاثير الفيد ريت العالي او الكباسيتي العاليه على السكرين افشنسي، احنا بنفترض ان احنا عندنا ده سطح مثلا سطح السكرين سطح فلات وفي الهولز بتاعتها. عندنا البارتكل اللي عايزين نعمل لها سكريننج، احنا عايزين الاوفر سايز اللي هو يعدي اللي هو ديزاير، بس الاجزاء الصغيره اللي انا مش محتاجها عايزها تسقط جوه عشان تبقى هي اندر سايز اللي انا مش محتاجه. ف تاثير الاتجاه بتاع التقدم، احنا ممكن نلاقي البارتكل جت عدت ما بين التو هولز، فعدت لغايه ما وصلت فاصبحت جزء من الاندر الاندزايرد بارتكل، وصلت وهي خرجت لي مع البرودكت. تمام؟ وانا مش محتاجها، يعني عدت ما بينهم، او حدت يا دوب على منتصف على ايه؟ جزء من هنا بس. تمام؟ فده برضه انا مش محتاجه، فبرضه وصلت ادت نفس الاتجاه، فده اللي هو ايه؟ الدايركشن بتاع ايه؟ بتاع اقترابها من الفتحات بتاعت الهول. كمان بقى بالنسبه للجيومتري، انا الجيومتري عندي مثلا دي كلها ممكن تسقط بسهوله، بس هي المشكله ان هي تيجي ايه؟ ان هي تيجي هنا بهذا الشكل، هي تبقى عامله كده. فمش هتسقط جواها. طيب لو انا الفيد ريت قليل هيحصل بقى ايه؟ ان هي تاخد فرصتها، هي نتيجه الفايبريشن عماله تهتز، مع الاهتزاز تبتدي بقى تعدل، تلاقي الشكل بدل ما كانت كده بقت كده بقت كده لغايه ما بقى صار ايه؟ هي عدت من هنا بهذا الشكل، عدت من هنا بهذا الشكل، لو انت ما جت هنا وراحت نازله في الفتحه دي بعد ما الشكل اتعدل، يبقى ده جاي نتيجه ايه؟ ان هي خدت فرصتها في تعديل نفسها، تبتدي بقى ايه؟ يحصل لها جامبنج، قفزه على او الفايبريشن بتاعتها على سطح السكرين، فتبتدي تعدل الجيومتري بتاعتها اللي هي تيجي تنزل على الفتحه المناسبه بالاتجاه المناسب ليها. بينما لو الفيد ريت عالي مش هتقدر تعمل السنج المالتي سترايك، عدد الخبطات اللي تقدر تعدل فيها نفسيا، فتلاقي ده اللي وراها عمال يزقها وطلعت الضرب وخرجت الاندزايرد بدون الاندزايرد بارتكل او الاندزايرد سايز، خرج برضه مع البرودكت فقال الايه الافشنسي. ده كان توضيح لكيفيه تاثير الجيومتري واتجاه اقتراب بارتكل من سطحات السكرين. تبقى ان انا اقول برضو ايه؟ اوضح حاجه ما الكلوكينج والبلايندنج. احنا لقينا الفتحه بتاعت الهول دي كده ودي هنا كده. لو انا البارتكل جايه بالحجم الكبير ده ممكن تروح جايه نازله هنا وقافله الفتحه، جزء منها نزل جوه وجزء منها فضل فوق وبقى في فراغ هنا. ماشي؟ دي عملت كلوكينج. بلايندنج بقى ان هي السايز بتاعها تقريبا قريب من السايز بتاع بس اقل شويه، بس جه واتحشر كده فاصبحت تقريبا عمياني العيب. فطبعا اي حاجه هتعدي من فوقها كانها ما فيش هولز تسقط فيها، او ان هي دي الجزء البارز كده فتروح جايه
مغيره الاتجاه بتاعها، فتاثر حتى كمان بعد ما كانت في واحده مثلا يعني دي هتعجل منها هتلاقي بعد كده فتحه تنزل فيها لو هي مفتوحه، انما المشكله دي هتيجي بقى تروح جايه وخطه وتروح مغيره الاتجاه، فتقلل لي كمان في كفاءه الاس كريم. ده كان توضيح لهذه النقطه. طيب ايه الاسباب اللي تخلي تعيق عمليه السكريننج؟ اول حاجه وجود بارتكل سايز، البارتكل سايز دي حجمها فيري كلوز، اقرب للسايز بتاع الفتحه اللي هتعدي بتاعه او فتحه السكرين اللي هتعدي منها، فده بيخليها ايه ان هي تعمل عمليه كلوكينج، ان هي تبقى ايه تنزل جزء منها عدى وجزء منها لسه فوق فسدت الفتحه، او بس ما سدت الفتحه في 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 فراغ حواليها، يعني هي مش سد الفتحه كلها عمياها، او بقى ان هي تعمل لها عمليه بلايننج عمت الفتحه بقت هي والفتحه حاجه واحده. فده ان وجود اول حاجه بريزنس اوف بارتكل قريبه من نير ماش سايز او من الفتحه بتاعه السكرين. الحاجه الثانيه بقى ان لا البارتكل دي ممكن تعدي حجمها اصغر من حجم السايز بتاعها، اصغر من السايز بتاع السكرين وتعدي بسهوله جدا، بس المشكله ان هي لما جت تعدي جت معاها واحده ثانيه، الاثنين مع بعض السايز بتاعهم اكبر من السايز او يا دوب قريب من السايز بتاع السكرين، فالاثنين دخلوا زي ما بيقولوا ايه واتحشروا داخل الفتحه فبرضه قفلوها. الحاجه الثالثه ان البارتكل وهي جايه يكون فيها نسبه رطوبه فتخليها تلزق في الفتحه بتاعه السكرين برضه تعمل لها ايه تسدها وتعمل صعوبه في عمليه السكرين. الكفاءه بقى بتاعه السكرين اللي هي ممكن نقول سكرين افشنسي، ممكن نقيس ان هي نجاح السكرين بحاجتين. اول حاجه ان البارتكل ديزايرد برودكت، الديزايرد ماتيريال اللي انا محتاجه او الصاز اللي انا محتاجه ده موجود بنسبه كبيره او هو معظمه اللي هو موجود في الناتج او في البرودكت، وده بسميه ريكفري، اللي هو ايه ان انا استعدت ريكفري، ان انا استعدت الاحجام اللي انا محتاجها من الفيد من اللي هو الفيد اللي انا دخلته على الماكينه. فمعظم الناتج من الفيد بيحتوي على السايز اللي انا محتاجه، يبقى دي ان هي تشوت سيبريت اولموست معظم البارتكل اللي هي الديزارت سايز اللي انا محتاجه من الفيد، وبنسميه خلي بالنا نسميه كلمه ايه ريكفري عشان في المسائل هي ايه هنبقى ممكن لما تيجي نبقى عارفينها. تاني حاجة الان ديزايرد برودكت اللي هو بقى ايه اللي تم عبوره من خلال فتحات السكرين وسقط تحت، ده اللي هو بنسميه الريجكشن، بيحتوي على اقل كمية من السايز اللي انا ديزايرد برودكت، يعني اللي انا تم رفضه في بعض الديزايرد ممكن يعدي من خلال الفتحات، فانا يكون اقل كمية هي اللي عدت، انما معظمه الريجكشن اللي انا مش محتاجه الاحجام اللي انا ايه مش محتاجها. تمام، فعشان كده الافكتنس الاي الافكتنس اوف سكرين ليه باختصارها اس بتساوي الريكفري في الريجكشن، الريكفري اللي هو الديزايرد سايز والريجكشن اللي هو الان ديزايرد سايز اللي انا مش محتاجه. طيب اما بنيجي بقى نتعامل مع المساله بنتعامل مش بقى مع 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 الكتله كلها، بنتعامل مع الماس فراكشن، فبنقول ان الواي ايه الاي دي اللي هي بتمثل الفيد، فالماس فراكشن بتاعه الديزايرد ماتيريال الاحجام اللي انا عايزها في الفيد بنرمز لها بالواي ايه، وفي البرودكت بنرمز لها اللي هو وجود الديزايرد سايز في البرودكت اللي هو بعد ما خرج من المكنه يعني وتم تجميعه بقى وهبتدي اتعامل معه في فيرزر بروسس، ده بنسمى الواي بي. الواي سي ده اللي هي اقل نسبه من الديزايرد برودكت موجوده في الريجكشن فبنقول لها الواي سي. تمام، في الريجكت. طيب الانديزايرد بقى اللي هو سقط من الفتحات برضو بيكون بيحتوي زي ما بنقول ايه ان هو لو زي ما قلنا اللي هو العمليه السكرين المثاليه، ان انا الانديزايرد او ريجكتد بيكون بيحتوي على اقل نسبه من الواي اي، فطبعا لو احنا الواي اي دي حوالي 80% اما يبقى 1 او 90%، اما 1 ناقص 90% هيبقى اقل كميه 10% بس من الديزايرد برودكت موجوده في الريجكتد، ودي برضو في ده في الفي في الفيد في البرودكت اللي هي لو قلنا دي معلش 80% دي هتبقى 20% في الانديزايرد او 10%، والريجكتد طبعا تكون بتحتوي على اقل كميه في الريجكتد اللي هي الواحد ناقص الواي سي. زي ما قلنا كده انفاكت ان الانديزايرد دي بتاع اللي هي بتعدي من خلال الفتحه بتاعت السكرين، والاوفر سايز دي اللي بيتم احتجازها
على سطح السكرين، والاوفر سايز والاندزاير ممكن الاثنين يكونوا هما الفاينل برودكت، بس غالبا احنا بندور على الاوفر سايز ان هو محتاجينه كالفاينل برودكت. فبيقول بقى لو الاكبر اللارج بارتكل هي الريكوايرد يبقى الاوفر سايز هو هيكون الديزايرد برودكت، بينما اف ذا ديزايرد برودكت ماست كونتين بارتكل بلو بارتكل سايز اونلي يبقى الريجكتد دوت هو اللي هنعتبره ساعتها هو الفاينل برودكت. بس احنا زي ما قلنا غالبا احنا بنحتاج في السكرين ان احنا بنحتاج الاوفر سايز. بس طبعا للتقسيمه انا محتاج ايه؟ اذا كنت محتاج الاوفر سايز هو الفاينل برودكت يبقى هو ده الديزايرد برودكت، اذا كنت محتاج اللي هيعدي من خلال فتحات السكرين هو البرودكت اللي انا محتاجه يبقى هو ده الفاينل برودكت او الديزايرد برودكت. ده توصيف بقى تمهيدي للمسائل ان شاء الله. احنا السكرين بتبقى مثلا حاجه جيرات السكرين كده او السيفز دي المناخل دي، فلو قلنا ده الفيد والمناخل راكبه فوق بعض وانا عايز الناتج او الاحتجاز يتم لغايه او هاخد الكميه اللي تم احتجازها لغايه السيفز الثالثه دي، فبسمي اللي تم احتجازه على من اول هنا لغايه هنا ده الاوفر سايز، وبسمي اللي عدى من السيف الثالثه دي لغايه هنا ده الاندر سايز. يبقى انا عندي فيد وعندي اوفر سايز وعندي الاندر سايز اللي انا كنت لسه شرحه قبل كده. وادي بقى الارقام بتاعت كل مش، وادي القطر بتاع كل فتحه داخل هذه المش. طبعا هنجد الاربعه هنشوف القطر بتاعها 4 مللي و7 من 7 من 10 تقريبا، بينما نجد ان ال 65 مش شوف بقى الفتحه بتاعتها اقل من 1 مللي كتير، يعني 2 من 10 من المللي. الفيد طبعا كله داخل على اول المش الاولاني اللي هي رقم 4، فكله طبعا هيبقى 1، ادي الفيد هيبقى 1 والاوفر فلو 1 والاندر فلو لسه ما حصلش حاجه. اما نيجي بعد كده بقى نلاقي ان الفيد اللي هو داخل على اللي تحتيها طبعا في جزء منه تم احتجازه هنا، فهيبقى ادي الفيد اللي هو داخل عليها نزل حوالي 5% ويبتدي يقل كده كل ما تدخل. ده الفيد اللي داخل اللي هو اللي نازل من الفتح من السيفز اللي بتاع الور. برضو كذلك الاوفر فلو برضو على ورينا ان كله لسه ما حصلوش حاجه هنا على دي رقم 1. هنجد بقى الفيد اللي عدى من السته تقريبا عدى ب 91%، طبعا اللي دخل ب 67 ان كميته بتقل السايز بيقل، فطبعا هتلاقي الكميه عماله تقل. الاندر فلو هتلاقي في الاول ثلاثه دول لان هو ده الفاين بارتكل، فكلها طبعا الفتحات هنا لسه واسعه فطبعا بيعدي فتلاقي كله ايه ارقام كبيره، وبعد كده تبتدي تقل كل ما يقل قطر الفتحه لغايه ما يوصل لهنا اللي هي الفتحه بقت اقل ما يمكن اللي هي زي ما بيقولوا 2 من 10 من المتر. ده توصيف للايه بارتكل سايز ديستريبيوشن في السكريننج بروسيس. فعشان كده لو انا عايز عندي دي هجد ان هاخد هتعامل مع كل ده لو انا ده الديزايرد برودكت او ده اللي انا محتاجه الاوفر سايز الديزايرد برودكت، فانا باخد كل اللي هو ده اللي هتعامل معاه وده اللي يعتبر اندر سايز اللي انا مش محتاجه او الريجكت. وبرسم بقى ممكن ارسم من الجدول اللي فات ده علاقه ما بين الدبس الدايمتر بتاع الفتحه وبين كل قيمه فتديني المنحنى اللي احنا شايفينه ده منحنى للاندزايرد وكيرف للفيد وكيرف للاذر اوفر سايز. طيب بقى عشان نحسب بقى الافكتفنس احنا قلنا الافكتف اوف سكرين اللي هي الريكفري في الريجكت تمام. فلو قلنا الاي والبي والسي ده الفلوريت، الفلوريت اللي هو عمليه الفيدنج مثلا بتاع الفيد وبتاع البرودكت اللي هو البي، والسي بتاعت الريجكت اللي هو عباره عن كيلو جرام بير سكند، انا بعمل بمد المكنه او بدخل على المكنه او اللودر بينزل في المكنه كام كيلو جرام في الثانيه. فالريكفري بيعد بقى اللي هو الديزايرد ماتيريال ان ذا برودكت على الديزايرد ماتيريال ان ذا فيد، ده الريكفري ده الناتج ايه الكميه اللي طلعت من اللي انا محتاجه الديزايرد ماتيريال على الكميه الكليه اللي دخلت اللي هو اللودر حطها جوه الماكين. وزي ما قلنا ان الواي اي والباي بي اللي هو الماس فراكشن، فالبي هتتضرب في الواي بي والاي في الواي اي، فيعتبر الريكفري كده احنا لو قسمناها هنقول ان الريكفري ده اللي هو هيساوي البي واي بي على الاي واي اي. نخلي بالنا من هذه الايكويشن.
يبقى سيميلرلي الريجكشن برضو كذلك اللي هو الاندزايرد على الاندزايرد ماتيريال في الاندزايرد ماتيريال في الريجكشن على الاندزايرد ماتيريال في الفيد. ولو عرفنا برضو الدي الماس فراكشن في البي واي اي والواي اي هنقول الريجكشن بيعد ايه ان احنا لما بنيجي نجيب الريجكشن احنا ده الواي سي اللي هو الديزايرد برودكت في الريجكشن. فما اجي اجيب بقى الاندزايرد بطرحه من الايه من الواحد وده برضو الديزايرد برودكت في الفيد. فما اجي اجيب الاندزايرد الاندزايرد ماتيريال او بارتكل في الفيد بطرحها من الواحد. نعرف دايما احنا لما بنيجي نجيب الاندزايرد بنطرحه من الايه من الواحد. اما بنيجي نتعامل مع الديزايرد بنتعامل مع الواي سي واي اي الواي بي على طول. فالاندزايرد والماتيريال ان انا دي وبعد ابتدي بقى اعوض فاوصل لهذه المعادله اللي هي 1 ناقص واي بي بي على واي ناقص واي بي داخل قوس على ايه افتح قوس 1 ناقص واي اي. طيب اما اجي بقى اعوض في المعادله دي فاحنا قلنا الريكفري اللي هو البي واي بي على الاي واي اي في الريجكشن اللي احنا عرفناه في المعادله ده اللي هو ده اللي هو دوت. فالاثنين هيتضربوا في بعض عشان اجي في الافكتفنس هتطلع لي المعادله دي. لو عملت ماس ماتيريال بالانس هبتدي اوصل بقى واعوض بي الاي في الواي ام كماس فراكشن واجدها كتوتال هبتدي اوصل في الاخر النهايه المعادله الافكتفنس عباره عن ايه؟ عباره عن الريكفري اللي هي دي المعادله بتاعته. خلي بالنا اول معادله دي احنا عندنا اثنين بتمثل الريكفري دي الريكفري ودي الريكفري. يعني ممكن احسب الريكفري بحاجتين بي ان انا احسب ديت او احسب دي حسب ما يجي لي في الايه في المساله الخارجيه دي وده الريجكشن. تمام يبقى نهايه المعادله اللي هنتعامل معاهم دايما اللي هي دي الافكتفنس بتساوي بي واي بي على اي واي اي او ان انا اتعامل الافكتفنس بتساوي اللي هي هذا الجزء من المعادله ده لو انا بحسب عايز اجيب الريكفري وده لو انا عايز اجيب الايه الريجكشن. تمام طبعا زي ما احنا قلنا كده ان الافشنسي بتقل كل ما الفيد ريت اللي احنا رسمناها كده على هيئه رسم بياني هنجد كده ان الافشنسي مع زياده الفيد ريت بتبتدي الافشنسي تزيد لغايه طبعا هتزيد ليه لان بزود الكميه فالافشنسي هتزيد لغايه ما توصل لمرحله معينه وبتدي يحصل بقى البريك بوينت تبتدي تنزل بصوره دراميكيه كده بصورة سريعة جدا او بروجريسيف. فطبعا ده احنا وضحناه قبل كده. المسألة رقم واحد بيقول لي احسب لي بقى ايه كمبيوتز افكتفنس في 10 مش هستخدم بقى ال 10 مش هي اللي تعمل عملية السكرين اف ذا اوفر سايز از ذا ديزايرد ايه بروتوكول. لو انا عايز ان الاوفر سايز هو يكون الديزايرد بروتوكول. تمام زي ما احنا شايفين كده ادي ال 10 مش وادي الدبس بتاعها ماليش علاقه بيه انا ليا دعوه بدول. ادي الفيد اللي هو الاي وادي البي وادي السي عند ال 10 هشوف ال 10 ديت ادي اللي عند ال 10 كده ببتدي اقول انا اللي عندي ايه فبطرح الواحد ناقص ال 50 بتديني 50 والواحد ناقص 18 من 100 بتديني القيمه ديت وابتدي اعوض في المعادله تعويض عادي. تمام وناتج العمليه هيطلع لي فيكنس 66% اما اضربها في 100 هتدي لي النسبه المئويه بتاعه الافكتفنس بتاعه السكرين. دي مساله بسيطه جدا. نيجي على المساله رقم 2 بقى اللي فيها عايزه محتاجه تركيز كبير ان انا باودر تقول هعمل له اناليسيز سكرين اناليسيز على المش 48 دي. تمام البارتكل سايز ديستريبيوشن داتا ديت ادي الجدول اهو البارتكل سايز ديستريبيوشن بيقول لي احسب لي بقى الافكتفنس للسكرين اللي هي 48 اخد مره باعتبار ان هي انا محتاج الاوفر سايز هو البرودكت ومره هاخد الاندر سايز هو البرودكت. وبيقول لي بعد كده حدد لي الكواليتي ريشيو اوف كوانتيتي اوف اوفر سايز مع الكوانتيتي اوف الاندر سايز فيه. يعني بيقول لي هات لي الريشيو بتاعت الاوفر سايز بالنسبه للفيد والريشيو بتاعت الاندر سايز بالنسبه للفيد. تمام احنا بقى هنا ما جابها لي جاب لي بقى ايه ما جابها لي زي الجدول اللي فات ان المش 4 لا ده جايب مع حاجه كده 4 وناقص 3. ايه ال 4 وناقص 3 بلس 4 وناقس 3 ان انا ال 4 اللي دي المش 4 اللي هيتم احتجازه فوقيها اللي هو اكبر من 4 واللي هيعدي من خلالها اللي هو ناقص 3 يبقى عشان عارفين كده يبقى ده زائد 6 ده البارتكل سايز اللي هيتم احتجازها هتكون اكبر من الفتحه
بلس 6 واللي هيعدي منها اللي هو ماينس 4. بس هنا لما جاب في المساله جاب اللي هو البارتكل سايز ديستريبيوشن جابوا عباره عن نسبه مئويه، فعشان نسبه مئويه انا ما اعرفش اتعامل معاه، فهعمل ايه؟ هروح عامل قسمه كله عالميا، هقسم القيم اللي جت في الجدول اللي فات ده دي 1.7 من 100 هتصبح 1.107 من 10,000، فقسمت كل القيم هنا على 100. طلع لي كده ايه؟ جدول زي الجدول اللي هو انا شفته في المساله الاولانيه اللي هو ده، تمام؟ يبقى كده ايه؟ اقدر احسب الماس ايه؟ الماس فراكشن بقى ظاهر عندي. طيب انا ممكن احسب بطريقتين، احسب وزود كومبيوتنج كوميوليتيف ماس، وهنشوف يعني ايه بعمل كوميوليتيف ماس. فانا لو هحسب بدون الكوميوليتيف ماس بعمل ايه؟ ادي السايز الميش اللي هي 48 اللي هو يتم احتجازه، باخد كل قيم ان انا ايه ده اشوف دي كل دي عباره عن مناخل متركبه فوق بعض لغايه دي اللي انا عايز احسب عندها الافكتفس بتاعتها، هبتدي اروح جامع كل دول على بعض، تمام؟ فلما اجمع كل دول مع بعض هتديني الواي اي اللي هو في الفيد، وتديني الريتيند اوفر سايز اللي هو الديزارد برودكت اللي تم احتجازه، هجمعهم كلهم على بعض مره واحده هتديني الواي بي، والريتين اجمع هنا دول هتبتدي تديني الواي سي، واعوض في المعادله عادي، تمام؟ اما طلع لي اما عوضت في المعادله الجزء ده طلع اللي هو 9 من 10. خلي بالنا ده اللي قلنا عليه ايه؟ ده اللي قلنا عليه اللي هو الريكفري او اللي هو ايه الديزارد برودكت، والناتج ده اللي هو الريجكت اللي هو 88.35%، تمام؟ عشان هنستخدمهم بعد كده نخلي بالنا. المهم ناتج الضرب هيديني ديت اضربه في 100 هيدي لي 79.76%، تمام؟ ده لو انا هحسب بدون ايه عمليه بدون كوميوليتيف ماس. طيب لو انا عايز بقى احسب بالكوميوليتيف ماس بروح اعمل ايه؟ الجدول اللي هو ده اهو اروح اجيبه هنا في الشمال، تمام؟ 1.7 وهكذا. واروح عامل بقى جدول تاني من ده عامله هنا، هعمله ازاي؟ ان انا عند الاربعه كل الاربعه اللي داخل دي كلها لسه ما حصلهاش سكريننج على صفحها، فاروح ناقل السطر ده كله هنا قصاد الاربعه، تمام؟ واجي اروح جايب ان ده كله ناقله هنا تاني، تمام؟ يبقى انا هنقل العمود الاولاني احطه هنا اللي هو المش نمبر، وهاجد بتاعه المش الاولانيه هنقلها كلها زي ما هي. المش الثانيه بقى عند الستة هروح اعمل ايه؟ اروح جامع دي عشان اعمل كوميوليتيف، اروح جامع دي على دي هتديني الناتج دوت، تمام؟ وبعد كده اروح جامع اللي انا جمعته ده اللي هو ده اروح جامعه على اللي بعديها، تمام؟ تديني الناتج ده، الناتج ده اروح جامعه على اللي بعديها قصاد 10 تديني ال 10، الناتج ده اجمعه على ال 14 اللي هنا تديني الناتج ده، تمام؟ يبقى انا ده ويتكرر بالنسبه برده للعمودين الثانيين تديني بقى الايه؟ الكوميوليتيف ماس ريدكشن برضه. بعد ما عملت بقى الجدول اللي هو ده خلاص اروح واخده لوحده بقى كده واتعامل معاه، اوصل بقى انا عايز 48 مش هتوصل للقرايه 82 من 100 و97 من 100 تقريبا و33 او 34 من 100، المهم هاخدها كده بدون تقريب يعني، وادي الواي اي الواي بي باي سي، واروح معوض في المعادله تعويض عادي ما فيش مشكله، هطلع السكرين efficiency لو انا عملت ايه كوميوليتيف. الاحظ حاجه ان هي برده هي نفس القرايه نفس القيمه برده اللي هي بتاعه ايه وزود لان هي انا ما غيرتش المكنه، هي نفس المكنه بس احنا بنجيب طرق ايه للحساب ايه مختلفه. فانا حسبت هنا بدون كوميوليتيف وحسبت هنا بالكوميوليتيف، تمام؟ طيب ان انا ممكن احسب حسبه ثانيه برده بطريقه ثانيه وهتديني نفس القيمه. انا خدت عملت كوميوليتيف للي فوق، لا ده انا ممكن اعمل كوميوليتيف للي عدى ده، اوكي؟ وشوف برده النتيجه هي، خلي بالك النتيجه للسكرين 79.67%. طيب هنيجي نعمل ايه؟ هنيجي ناخد بقى من تحت لغايه ال 48، تمام؟ فلما اخد من تحت 48 ال 200 دي هنقلها زي ما هي هنا، تمام؟ وهنقل العمود ده كله هنا، تمام؟ وابتدي بقى ايه؟ اجمع ده على ده، لما اجمع ده على ده هتديني القيمه دي، تمام؟ لما اجمع ده على ده هتديني القيمه دي، لما اجمع ده على ده هتديني القيمه دي، واقف لغايه ايه هنا، تمام؟ بعد ما جمعت كده اروح ادي الجدول عندي اهو، اخد اللي عند ال 48 كله واعوض بيه، بس انا عشان بقى ده انا باخد اللي هو عدى فبطرحه من الواحد، طالما هاخد اللي عدى يبقى ده اللي هطرحه من الواحد هيديني القيم ديت اعوض بيها هتديني برده نفس الايه القيمه.
خلي بالنا طالما عدى يبقى لازم هطرحه منين؟ من الوعي. طيب لو انا بقى الاند صغير ده هو الاند زد بارتكل اللي هي عدت، هو ده اللي انا بدور عليه، هو ده الناتج المنتج او الناتج اللي انا عايزه، هعمل ايه؟ برضو زي ما قلنا كده لو انا بدون كوميوليتيف كنا بنعمل ايه؟ بنيجي عند المش، ادي المش هي اللي هي 48 اللي عدى منها لغايه تحت كده كله ده اجمعه على بعضه، تمام؟ هيديني القيم ديت، هيديني بقى اللي هو ايه الناتج اللي هو 48 اللي هنا بعد الناتج الجامعي ده، ادي الواي ايه. بس نخلي بالنا بقى ان البرودكت ما بقاش ده، بقى ده، بقى ده الاندر سايز، يبقى الواي بي اهي تمام، والواي سي بقت دي، ما بقتش دي زي اللي قبل كده، لان انا عايز اللي عد تمام، واروح معوض تعويض عادي. خلي بالنا ان الناتج الضريبي ده بقى البرودكت او الريكفري الايه اللي هو الاندر سايز، بقت هي القيمه دي. خلي بالنا القيمه دي هنحتاجها، والثانيه بقت دي الريجكت اللي هي كانت 9 من 10 في الجزء الاول من المساله، كانت دي هي البرودكت هنا، لا بقت ايه؟ بقت هنا. المهم هتديني برده الايفكت 79.76 من 100 تمام. لو انا عملت الكوميوليتيف بقى ان انا برده ايه عملت دي جمعت قصاد ال 200 على دي ودي زائد دي، جمعت دي زائد دي وبعدين اروح عامل بعد الناتج اروح عامله زي ما عملنا الكوميوليتيف واروح طرحه، طالما قلنا اندر سايز ومعاه الكوميوليتيف يبقى لازم اطرح من واحد واروح معوض برده تعويضها بدالها برده 79.76 من 100 تمام. لو انا بقى عملتها الاندر سايز عن طريق الكوميوليتيف وعملتها برده تجميع من تحت، هلاقي برده القيمه برده ان هي زي ما عملنا في الجزء الاولاني من المساله، وبعوض برده هتدي لي 79.76 من 100. طيب لو انا عايز اجيب الريشيو بقى، الريشيو قلنا عباره عن ايه؟ قلنا عباره عن الريكفري في اللي انا ريجكت، فالريكفري اللي هو ايه؟ اللي هو ده اللي هو بي واي بي على اي واي اي تمام؟ الريكفري اللي هي ايه؟ اللي هي الاي اس تمام؟ فانا الاي اس انا حسبتها قبل كده تمام؟ فانا الريكفري ده اللي انا حسبته من المعادله الاولانيه اللي قلنا نخلي بالنا من 9 من 10 تمام؟ احنا قلنا الريكفري ممكن نعبر بيه بحاجتين. لما نيجي نحسب بقى الريشيو بتاعت البرودكت اللي هو البي على الاي اللي هي الريشيو بتاعت البرودكت بالنسبه للفيد، فانا قلنا بنعبرها بحاجتين. الريكفري ده ان احنا عندنا الريكفري ده ممكن يكون بهذه الصوره وممكن يكون بهذه الصوره، الاثنين دول زي بعض. فانا لما حسبت دي في اول المساله طلعت ايه؟ 9 من 10 تمام؟ طلعت 9 من 10 كده اللي هي دي، لما كنت بحسب الاوفر سايز هو البرودكت تمام؟ هاخدها من هنا يبقى ده الريكفري. وعندي الريكفري بطريقه ثانيه زي ما قلنا كده في الاول اللي هو البي واي بي على الاي واي اي. طيب يبقى انا الريكفري ده عباره عن ايه؟ 9 من 10 تمام؟ ادي 9 من 10 واروح ضارب بقى ايه؟ ادي البي على ايه؟ تمام؟ اجيبها على الشمال واروح ضارب الريكفري في الواي اي اللي هو 8.2 من 10 واقسمه على البي اللي هو 0.973، هتطلع لي نسبه الريكفري او النسبه بتاعت الريشيو بتاعت البرودكت بالنسبه للفيل تمام. يبقى دي اول حاجه، ده لو انا عايز الاوفر سايز هو الايه ديزايرد برودكت. طب لو انا عايز الاندر سايز هو ده برضه هي نفس المعادله، بس انا كنت مطلع القيمه دي بتاعت الريكفري 88.5 كده من 1000 في برضه هضربها واروح معوض بالقيم بتاعت بقى الديزاير، هيبقى ساعتها بس ان انا ادي الفيل اهو اللي هو زي ما هو كده، بس انا هعكس دي هتبقى دي البرودكت ودي هتبقى ايه الريجكت، واروح برضو ضاربها وزي اللي قبل كده واروح 88 من 100 واروح ضاربها في الواي اي واقسمها على الواي بي هتطلع لي نسبه البي على الاي كده. ده كانت المساله الثانيه، بنتوقف عند هذه المساله وان شاء الله في حلقات قادمه نشرح مسائل ثانيه. بشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.